الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن قال صلى الله عليه وسلم وافق القرآن، صلوا عليه وسلموا تسليما. أن تقول صلى الله عليه وسلم هذه موافقة تماما لكتاب الله تبارك وتعالى، وهذه هي الأشهر، هذه هي الأشهر، وهذه التي يعني يلتزمها أهل العلم ويلتزمها الصحابة رضي الله عنهم ويلتزمها التابعون وموجودة في الكتب، اللي هي صلى الله عليه وسلم، هذه الأشهر. بعدها التي سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الثانية، وهذه ثابتة في الحديث الصحيحين، اللي هي كيف يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هاتان الصورتان هما أثبت شيء في ثبات الصلاة، إما صلى الله عليه وسلم وإما الصلاة الإبراهيمية كاملة. هناك بعض أهل العلم صار يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ويقف فقط، ما يزيد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى محمد كما بارك، فقط يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهذه لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وإنما التي وردت في السنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الكاملة، ومرات اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، طيب، لكن لم تأتي اللهم صل على محمد والوقوف عندها، هذه لم تثبت. لكن يقولها أهل العلم، يعني ما في مانع أن الإنسان يقول اللهم صل على محمد وآل محمد. بعضهم يزيد يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، كذلك هذه لم ترد، لكن لو قالها الإنسان ما في بأس، لو قالها الإنسان ما في بأس، كما تقول أنت في التحيات: التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: اللهم صل على آل أبي أوفى. فالصلاة يعني على البشر غير الأنبياء ما فيها بأس. فالقصد إذن أن الله صلى الله عليه وسلم هذه الثابتة في الكتاب العزيز، الصلاة الإبراهيمية كاملة هذه الثابتة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما اللهم صل على محمد وآل محمد أو اللهم صل على محمد وآله وصحبه هذه لم ترد لا في كتاب ولا في سنة اقتصار على هذه وحدها، لكن نقلها أهل العلم وتناقل، والأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، لو قال الإنسان اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أو قال صلى الله عليه وسلم، أو قال صلاة إبراهيمية كاملة، أو قال صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كل هذا جائز إن شاء الله.